أحسن الله إليكم سماحة الوالد. تقول السائلة: أنا امرأة أود أن أجري عملية في خارج هذه البلاد، وهي عملية تحديد النسل واختيار جنس الجنين ليكون المولود ذكرا، وهي عبارة عن فصل الحيوانات الذكرية عن الأنثوية لتصبح حامل بولد، فهل هذا جائز؟ هذا من التخرصات ومن عمل بعض الأطباء الذين يريدون أن يروجوا أفكارهم على الناس، هذا لا يصلح أبدا. والأولاد الذكور والإناث هذا بيد الله جل وعلا، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم يعني يجعلهم شكلين ذكورا وإناثا، فهذا راجع إلى الله سبحانه وتعالى. أما أنهم يقدرون على تكوين الجنين وأنه يكون ذكر أو يكون أنثى فهذا من الخرافات. نعم.